لأن الإنسان يحتاج يسترخي. الجدية الزائدة في الحياة يا أخوان مرض. يقولون من أسباب انتحار اليابانيين الجدية الزائدة عندهم. الياباني من يبدأ الصباح إلى أن ينام وهو مثل الآلة، فتجد أنه بعد ما يكبر شوي بالعمر يطفش ويمل في ملل. فالإنسان محتاج يسترخي، خاصة كبار السن يا أبو عبد العزيز. لو عندك بالبيت حريق محترق بيتك، إياك تجي لأمك يوم احترق البيت يوم أبد. روح لما مبتسم قل يا أخي حريق. حتى الحريق حتى لو جت يعني جاها خبر من جهة، قل لا قل أبشرك الأمور زينة وبسيطرنا على الحريق والأمور تمام وشيء بسيط. ليه؟ لأن هذا من البر. أعظم درجات البر إنك ما تروعهم ولا تجيب لهم الأخبار السيئة. بعض الناس أول ما يدخل عندي مشكلة مع فلانة وسوت فلانة.